إضافة إلى أنه أنا دائما أروض نفسي حتى تسوون. أنا أذكرها مو لأنه رياء، لأنه إذا كانت للنصيحة الرياء يسقط. أروض نفسي بالحر حتى أشعر شي يحس الفقير، بالظلمة حينما ينقطع عليه الكهرباء شي يصير، بقلة الأكل، بقلة الشرب، وهكذا. هذا ما أدبنا عليه، فيجب أن تلتزموا بذلك. مو دائما كون نضرب تمن وقيمة وكهرباء ومكيفات وميوزة وكراسي. أكو علاقة بينك وبين شعبك وبينك وبين ربك، كون تصير زاهد، كون تصير مع الفقراء. أكو أنت كسياسي كون ملبسك وكذا وهيبتك بها باب وجواب، بس مو 24 ساعة مرة هيك مرة هيك.